السلام عليكم، ازيكم يا فنانين؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم كريم عادل. النهارده ان شاء الله هيكون درس من دروس الانمي، سلسله تعليم رسم الانمي. مبدئيا كده انا ما بحبش المقدمات، ممكن نسرع الفيديو لبدايه الشرح عشان ما يضيعش وقته، لكن الكلام اللي هقوله دلوقتي مهم جدا جدا. هنرسم النهارده مع بعض شخصيه ايرين من انمي هجوم العمالقه، اتطلب مني كتير جدا الفتره اللي فاتت. امبارح دورت على صور كتير جدا للشخصيه دي لكن ما لقيتش صور كويسه، فطلبت منكم في البوست على الجروب بتاع الفيسبوك انكم تنزلوا صور للشخصيه دي، بس للاسف انتوا نزلتوا الصور بعد ما انا اشتغلت في الصوره اللي لقيتها. يعني لقيت صوره بسيطه، كان نفسي بصوره صعبه والله بس ما لقيتش، فانتوا نزلت الصور الصعبه دي بعد ما انا اشتغلت في الصوره دي، فان شاء الله تتعوض في درس تاني ونرسم صوره اصعب من كده. مبدئيا كده الادوات اللي هنستخدمها النهارده، قلم رصاص 2H عشان نعمل الاوتلاين، الاوتلاين اللي هو التخطيط بتاع الشخصيه، وهنستخدم الوان فيبر كاستل المائيه 24 لون للتلوين، وممكن نستخدم قلم ماركر اسود في خطوه التحديد بتاعه الشخصيه، وممكن نستخدم كمان قلم خشب او لون خشب اسود. يعني دي ادوات بسيطه جدا حبيت ان ارسم بيها علشان تكون متوفره عندنا كل، لان في فنانين كتير منكم بيشتكوا ان الالوان دي مش متوفره عندنا، لكن بالعكس الفيبر كاستل متوفره عند اي حد فينا. المهم عشان ما اطولش عليكم، لو حضرتك اول مره تشوف القناه لازم تشترك حالا وتفعل زر الاشعارات عشان الفتره الجايه في دروس انمي كتير جدا، وهنرسم الشخصيات اللي انتم حابين ان احنا نرسمها. يعني بعد كل درس لازم تكتبوا في الكومنتات اقتراحات لشخصيات انتم عايزينها عشان في الدروس اللي جايه هاخد منها ان شاء الله، فلازم تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان اول ما ينزل الفيديو يوصل لكم اشعار، وطبعا ما تنسوش اللايك على الفيديو. وبالنسبه للصوره اللي برسم منها، لو عايزين تاخدوها عشان ترسموها هتلاقوها على حسابي في انستجرام وعلى جروب الفيسبوك، هتلاقوا اللينكات في الديسكريبشن بوكس وفي اول كومنت تحت. انضموا للجروب وتابعوني على الانستجرام عشان تحملوا الصوره وتطبقوا معايا للدرس وتنزلوا نتيجه على الجروب عشان نعرف الاخطاء بتاعتنا. واسف لو طولت عليكم، ويلا بينا نخش في الشرح بقى. كالعادة فنانين، في البداية لازم نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة لازم نرسم الخط المنصف للعين، يعني هنرسم خط العين، وبما إن الوجه هنا مايل ناحية اليمين شوية فرسمت الخط بتاع العين مايل برضو ناحية اليمين، وبعد كده هرسم الخط الأفقي أو العمود، يعني آسف العمودي اللي هبدأ أرسم منه العين الشمال. هبدأ أعمل زوم مناسب، زوم يعني أكبر الرسمة كده أو الصورة في الموبايل بشكل مناسب، ومنها هبدأ أرسم بقى في العين. اول حاجه ببدأ بيها ممكن ابدأ بالدايره اللي جوه العين، وممكن ابدأ بالجفن اللي فوق مفيش مشكله، بس ما ابدأش بالجفن اللي تحت. يعني يا تبدأ بالجفن اللي فوق يا تبدأ بالدايره، لان دول هم اللي هيساعدوك تظبط حجم العين. تمام، يعني رسمت الجفن اللي فوق دلوقتي، وبعد كده هبدأ ارسم منه الدايره. انا هضطر اسفا اسرع الفيديو النهارده زي ما انتم ملاحظين كده، مش سريع قوي يعني الخطوات باينه، وفي نفس الوقت ما يطولش مننا علشان النهارده انا شارح الاوتلاين والتظليل في درس واحد، عكس الدرس اللي فات انا شرحت فيه الاوتلاين في درس والتظليل في درس تاني، لان الرسمه كانت كبيره شويه فيها الوان كتير، بس الرسمه دي انا شرحت الاثنين مع بعض. فعشان ما تطولش مننا هنخلي الخطوات سريعه زي ما انتم ملاحظين كده، وهبدا اشرح لكم وانا برسم. زي ما انتم ملاحظين يا فنانين، كل اللي بعمله ان انا ببدا ارسم الجفن واتاكد ان هو مظبوط، وطبعا الموبايل زي ما اتفقنا في كل الدروس اللي فاتت، اللي متابعني في الدروس اللي فاتت، الموبايل لازم يكون بشكل عمودي، يعني ما يكونش مايل يمين ولا شمال، يعني زي ما انتم شايفين في الصوره كده مستقيم تماما عشان عيني تلمح في الموبايل وتنفذ في الصوره. بالنسبه للدايره طبعا هي ما كانتش مظبوطه في الصوره، يعني لو تلاحظوا في الصوره الاصليه في الموبايل مش مظبوطه، مش مدوره تماما، فانا حاولت على قد ما اقدر اظبطها واخليها مدوره بالشكل اللي انتم شايفينه ده. يعني انتم مش شرط تنقلوا بالظبط، لا انتم ممكن تظبطوا من عندكم بحيث التكنيك او الملامح تكون واضحه اكتر من كده. بعد كده هبدا ارسم التفاصيل اللي جوه الدايره دي، ومنها بعد كده هبدا ارسم الحاجب اللي فوق. تعالوا نشوف الخطوه اللي بعد كده. الخطوه الثانيه يا فنانين، بدات ارسم الحاجب بالراحه خالص زي ما انتم شايفين، بدات ارسم الحاجب من فوق العين بالراحه خالص، بدايه الحاجب تقريبا بعد العين بشويه، من اليمين بشويه، ومن فوق زي ما انتم ملاحظين الحاجب طبعا بادئ من تخين وبعد كده بينتهي على رفيع. وهبدا اعمل اوتلاين لمنطقه الظل اللي قدام العين دي اللي تحت الحاجب، والثانيه اللي بتكون بين العين والعين الثانيه بالراحه خالص. يعني اي خط بيقابلني مبدئيا لازم ارسمه، اي خط بيقابلني لازم ارسمه، لان هو اللي بيبني الخطوط اللي بعد كده. ما اسيبش العين الا وانا متاكد ان خلاص حسيت ان الاوتلاين تمام، بحيث لما ادخل في الخطوه اللي بعدها وهي التظليل الاقي ان الموضوع مظبوط. بدات ارسم في بدايه الانف من الناحيه الثانيه على شكل سبعه كده متكسره، يعني خط متكسر. وبعد كده بدات اشتغل في الكيرف بتاع الانف. طبعا اي حته مش مظبوطه مني بمسح بالاستيكه واعدل بكل سهوله، مفيش اي مشكله طالما اللي انا شغال بدرجه التو اتش. ببدا ارسم العين الثانيه، طبعا هي بنفس الاستواء او بنفس المسافه بتاعت العين الاولى اللي هي الشمال اللي احنا رسمناها، يعني مش عاليه عنها. تمام، فبالتالي ببدا ارسم بالراحه خالص، لكن هي اصغر في العرض، هي اصغر لان طبعا الوجه هنا باصص بزاويه شويه، فلازم العين تكون اصغر من الثانيه.
وبالتالي برضو الدايره اللي جوه العين مش هتكون مدوره تماما لانها مش ظاهره من الامام، يعني احنا مش باصين لها من الامام، فبالتالي هتكون بيضاويه لحد ما زي ما انا عامل كده بالظبط. ودي كانت الخطوه الثانيه. المفروض بعد كده هبدا ارسم الحاجب بشكل بسيط خالص، والدايره اللي جوه العين نفس اللي عملناه في العين الاولى هنعمله في العين الثانيه، وهبدا ارسم الحاجب بالشكل اللي انتم شايفينه ده. لقيت ان الحاجب بادئ برضو بنفس الاستواء بتاع الحاجب الثاني، يعني من نفس المستوى بالظبط اهو، بس يعني ده اصغر شويه. وبكده خلصنا الحاجب. تعال نشوف الخطوه اللي بعد كده. دلوقتي فين؟ بعد ما خلصت العينين بالحواجب بدات انزل للانف بالراحه خالص، ورسمت الخط بتاع الانف البسيط خالص ده، ولازم اعمل منطقه الظل البسيطه برضو اللي هي لونها بيج دي او بني فاتح، عشان هي دي الانف في الانمي بيكون بسيطه خالص عكس البورتري ما بتكونش واقعيه. وبدات ارسم الجنب بتاع الوجه، ومنها هجيب الفم. الفم هنا عباره عن خط ما فيهوش اي صعوبه خالص، بشوف نهايته فين، لقيت نهايته مع الدايره تقريبا عشان ما يطولش مني او يقصر. وبعد كده هرسم الخط اللي تحته بتاع الشفه. وبكده تقريبا خلصنا كل الملامح الاساسيه اللي داخل الوجه، يعني هي العينين والانف والفم، دول اهم حاجه لازم تترسم في البورتري او في الشخصيه الانمي في البدايه، وما دام اتظبطوا بعد كده كله هيكون مظبوط ان شاء الله. ببدا اظبط الكيرف بتاع الخد ده، اي حاجه لقيتها مش مظبوطه بقوم مسحها ومعدل تاني على نظافه بالراحه. خدوا بالكم المنطقه دي مهمه جدا جدا، اللي انا لازم اجيب نفس الكيرفات اللي في الخد من بره. لو انتم ملاحظين كده هتلاحظوا اللي هو طالع من النص وبعد كده داخل تاني وبعد كده طالع من عند الدقن من تحت، فدي مهمه جدا 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 يا فنانين. دلوقتي هبدا ارسم الشعر زي ما انتم ملاحظين كده. اول شعريه بادئه من نهايه الدايره بتاعت العين بالراحه خالص. مجرد ما ارسم الخصله الاولى مظبوطه هبص الاقي الخصل الثانيه او باقي الخصل جايه معايا مظبوطه، لانها بتسلم بعضها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. يعني الخصله الاولى رسمتها بدات ارسم في الخصله الثانيه وهكذا، والخصله الثانيه هتجيب الخصله الثالثه وهكذا. والشعر في الانمي عموما يعتبر سهل جدا جدا جدا، ومن اسهل الحاجات اللي ممكن تترسم، لان الشعر هنا ما بيكونش واقعي قوي زي البورتري. لو حضراتكم متابعين معايا دروس البورتري وبتتدربوا معايا هتلاقوا ان الموضوع هنا سهل جدا جدا جدا. انصح اي حد بيرسم انمي يدخل يتعلم بورتري برضو، لان الموضوع ده هيفيده جدا في رسم الانمي وهيخليه يرسم بواقعيه اكتر بشكل كبير جدا، خاصه في خطوه التلوين، لان التلوين معظمكم بيطلعوا خشن شويه او مش واقعي، فالبورتري هيساعدكم في الموضوع ده جدا جدا جدا. رسمت السوالف اهو بالراحه زي ما قلت لكم، خصله بتجيب الثانيه بتجيب الثالثه، فالموضوع بسيط جدا. ده كله بستخدم قلم 2H. قلم 2H هو قلم خفيف عشان لو لاحظتوا لو انا غلطت وحبيت امسح بيتمسح معايا بكل سهوله، لكن لو استخدمت قلم تقيل في الخطوه دي هبص الاقيه بيعلم في الورقه وما بتمسحش معايا بسهوله، ودي مشكله كبيره جدا في رسم الانمي او في الاوت لاين عموما سواء انمي او بورتري واقعي، لما باجي امسحه بيسيب لي اثر. دلوقتي هبدا ارسم الاذن. الاذن بادئه مع الجفن اللي فوق في العين، لو تلاحظوا نفس المستوى، عشان في فنانين بينزلوها لتحت او بيطلعوها لفوق، فانا بقارن حسب العين بادئه منين. من العين لقيتها على نفس المستوى بتاع الجفن اللي فوق او اعلى شويه صغيرين خالص زي ما انتم ملاحظين كده بس. ورسمت الجنب الشمال، هنرسم الجنب الشمال ومنه بعد كده بعد ما اجيب الاوت لاين من بره مظبوط. لو مش مظبوط بمسح زي ما اتفقنا اهو، امسح واعدل مفيش اي مشكله، بيتمسح معايا بكل سهوله. بفكركم لازم تنضموا لجروب الفيسبوك، هتلاقوه في اول كومنت وفي الديسكريبشن بوكس، وكمان تتابعوني على الانستجرام عشان تشوفوا كل جديد. وقبل كل درس انمي بنعمل تصويت للشخصيه اللي احنا حابين نرسمها، وكمان بتختاروا انتوا الصور وبتنزلوها على الجروب وبنشوف احسن صوره وبنرسمها ان شاء الله. وما تنسوش تكتبوا لي في الاقتراحات في الكومنتات تحت الشخصيات اللي انتوا حبيتها ترسم الفتره الجايه، عشان اكتر شخصيه مطلوبه هنبدا نرسمها الفتره الجايه ان شاء الله. زي ما انتم ملاحظين ببدا ارسم التفاصيل اللي داخل الاذن، بسيطه خالص، هي عباره عن شويه خطوط بتترسم. دلوقتي يا فنانين هبدا ارسم الشعر زي ما انتم شايفين كده، بعد ما خلصت تفاصيل الوجه كلها وبدايه الشعر من الوجه برضو قفلته كده، هبدا ارسم الشعر من تحت. ده طبعا جزء الرقبه من ورا، وابدا ارسم الكام خصله اللي تحت دول. زي ما اتفقنا الشعر في الانمي سهل جدا جدا جدا، ومسافه مرسم اول جزء الباقي بيجيب بعضه، يعني رسمت الجزء اللي تحت مثلا اهو، هبدا خلاص الخصله دي هتجيب الخصله اللي بعدها وهكذا، فالموضوع سهل جدا محدش يستصعب الموضوع نهائي يا فنانين.
ادي الخصلة التانية، خدوا بالكم من التكنيك. دلوقتي هنبدأ نكمل الشعر من جوه بالراحة خالص. ببدأ اعمل اوت لاين للمنطقة، يعني شايفين الشعر الاسود ده، الشعر الاسود اللي يكون في بداية الشعر من تحت، ببدأ اعمله زي اوت لاين كده عشان اعرف ان المنطقة دي لونها اسود داكن، واكمل بنفس التكنيك لحد ما خلص الشعر كله. وكده مش باين غير الرقبة، تعال نشوف هنعملها ازاي. دلوقتي يا فنانين هنبدا نرسم الجزء اللي تحت اللي هو بتاع الرقبه. طبعا احنا راسمين الجزء الشمال اللي هو نازل منه الشعر ده، ناكد عليه بس كده، ونرسم الجنب بتاع اللبس او اللياقه بتاعه التيشيرت اللي هو لابسه بالراحه خالص. هنا الموضوع سهل جدا، وهرسم الخط واعمل التظليل اوت لاين للتظليل اللي هو في الرقبه ده. وبكده تقريبا احنا خلصنا خطوه الاوت لاين، خلصنا الشخصيه كلها. تعالوا بقى نبص او نعرف هنلون ازاي، لان دي الخطوه المهمه اللي هتظهر لنا الواقعيه بتاعه الشخصيه اللي بنرسمها. يلا بينا يا فنانين. دلوقتي يا فنانين هي خطوه التحديد، يعني كل اللي بعمله انا ببدا احدد الخطوط اللي عملتها بالقلم الماركر الاسود او القلم الالوان الخشب. لو الخط اللي متحدد عندي في الشخصيه تخين بستخدم قلم ماركر، لو رفيع ودقيق بستخدم فيه القلم الخشب زي ما انتم ملاحظين، لان سنه بيكون رفيع. او ممكن استخدم برضو قلم تحبير او قلم حبر، يعني بيكون سنه رفيع. الخطوه دي وظيفتها انها بتاكد لي على الخطوط وبتظهر لي الاوت لاين اكتر. يعني زي ما انتم ملاحظين كل ما بنحدد الخط بيظهر الاوت لاين اكتر. كل اللي بعمله انا بشتغل على نفس الخطوط اللي انا عملتها بالرصاص، لكن العكس بقى اللي انا بشتغل باللون الاسود زي ما انتم ملاحظين، وده بيأكد لي على الخطوط وبيأكد لي ان انا شغلي مظبوط. والخطوة اللي بعد كده بتكون سهلة جدا، او بتسهل عليها الخطوة اللي بعد كده، هي خطوة التلوين. فيلا بينا بقى نشوف هنلون ازاي. هنبدأ دلوقتي نلون يا فنانين. بالنسبة للعين مكونة من لونين، لون ازرق او اسف اخضر داكن واخضر فاتح. هبدأ بالاخضر الفاتح زي ما انتم ملاحظين كده الون. طبعا بأكد عليكم الالوان اللي بستخدمها دي هي ماركة فيبر كاستل المائية، العلبة اللي هي لونها احمر متوفرة عندنا كلنا، عشان ما حدش يكون لي عذر يقول مش متوفرة عندي، لا هي متوفرة عندنا كلنا. هبدأ ألون باللون الفاتح الأول، وطبعا بعمل حساب الأماكن الفاتحة اللي هي البيضة ما باجيش ناحيتها خالص. ودلوقتي هبدأ أستخدم اللون الغامق، الأخضر الغامق زي ما أنتم ملاحظين. طبعا سن القلم لازم يكون مبري علشان يديني نتيجة كويسة. لو تلاحظوا هنلاقي إن الأخضر في الصورة أو في الأنمي، في الصورة الأصلية يعني، أخضر داكن شوية، كنا محتاجين نلون زيتي أو نضيف عليه لون لبني. فأنا حبيت أحط التاتش بتاعي، وبدل ما أحط لبني أحط عليه شوية بني. عشان كده بقول لكم دايما وأنتوا بتلونوا ممكن تحطوا التاتش بتاعكم بحاجة أنتوا شايفينها مناسبة، مش شرط تعملوا بنفس اللون اللي قدامكم أو بنفس التفاصيل اللي قدامكم، لا ممكن تلونوا من عندكم مفيش أي مشكلة. بعد ما خلصت الاخضر اللي جوه العين هبدا اظلل البياض بتاع العين من جوه باللون الرمادي زي ما انتم شايفين فوق كده بالراحه خالص. طبعا الحاجات البسيطه دي بتفرق في الملامح، يعني لازم نعملها، ما حدش يكسل يعمل حاجه بسيطه زي كده يقول انا هسيب العين كلها بيضه، لا العين كلها ما بتصبش بيضه. يعني لو تلاحظوا اصلا بياض العين الجزء الابيض اللي تحت ده هتلاقوا فيه لون لبني بسيط جدا جدا جدا، فانا هحط فيه لون لبني بسيط جدا جدا جدا. هبدا اديله رمادي شويه، وبعد كده احط فيه اللون اللبني اهو زي ما انتم ملاحظين، بديله لون لبني بس خفيف خالص، يعني ما ادوسش عليه جامد بحيث ما يتحولش معايا من اللون الابيض للون اللبني. وباكد بقى على الخطوط بالراحه باللون الاسود، اي حاجه شايفها محتاجه تتظبط باللون الاسود بظبطها، اي تفاصيل جوه العين مفيش اي مشكله. دلوقتي هبدا اظلل العين الثانيه نفس الكلام بالظبط زي ما عملنا في العين الاولى، لكن هنا جربت استخدم اللون الاغمق الاول بدل اللون الافتح، هيديني برضو نفس النتيجة مفيش أي اختلاف لو استخدمت الفاتح أو الغامق مفيش أي مشكلة. طبعا الأستيكة أو المحاية اللي معايا دي أي حاجة بتطلع مني بره بمسحها أول بأول عشان الرسمة بتاعتي تفضل نظيفة. زي ما انتم ملاحظين نفس الخطوات اللي عملتها في العين الأولى هعملها في العين التانية. وبعد ما أخلص هبدأ أخش بعد كده في خطوة رسم الحاجب أو تلوين الحاجب. يلا بينا نشوف هنلونه ازاي. في الحاجب يا فنانين زي ما انتم شايفين كده لونه مش اسود، لونه بني غامق بني داكن، فبالتالي هلونه باللون البني الغامق اللي عندي في العلبه. طبعا بيكون في بني اسمه بني محروق لو تلاحظوا، بس مش ما ادانيش نفس اللون، فبالتالي هبدا امشي عليه بعد كده لون اسود فاتح خالص. يعني بعد ما الون بالبني او ممشي عليه باللون الاسود زي ما انتم ملاحظين كده، فهيخلي اللون البني الفاتح ده لغامق شويه كده، بقت نفس اللون اللي في الصوره تقريبا. تمام فهمتوا؟ يعني لو انا عايز احول اللون البني لغامق بمشي عليه لون اسود بسيط خالص، وافتكر دايما ما ادوسش جامد، لان لو دوست جامد يبقى انا هحول اللون البني ده للون اسود. دلوقتي هندخل في خطوه تظليل البشره او تلوين البشره. هستخدم اللون اللي بيكون فاتح اللي هو اللون البينك اللي في العلبه عندي.
دي طبقة أولى، يعني دي بتكون أول طبقة عندي. طبعا الوجه في الشخصية هنا لونه مصفر شوية، يعني مش لونه أبيض، فكان المفروض قبل ما أظلل الجزء ده، أنا ما كنتش واخد بالي قوي، كان المفروض ألون الوجه الأول قبل ما أعمل الجزء ده، بس مفيش مشكلة. بدأت أشتغل في الجزء ده. طبعا اللي بلونه دلوقتي ده هو الظل بتاع الشعر، يعني ظل الخصل اللي واقع على الوش أو الوجه زي ما انتم ملاحظين كده. ده النوع القلم اللي بستخدمه، قلم كاريزما. دلوقتي هجيب اللون الجملي الفاتح وهبدأ أظلل البشرة بالراحة خالص، محدش يستخدم لون أصفر، اوعوا تستخدموا اللون الأصفر، لأن اللون الأصفر هيخلي الوجه فاقع جدا جدا جدا، وهيخلي الدرجة مختلفة تماما عن الدرجة الأصلية اللي في الشخصية نفسها، تمام؟ فدايما نستخدم اللون الجملي مش اللون الأصفر. اللون الأصفر ده بيكون في اللبس مثلا أو في حاجات بسيطة خالص. فكل اللي بعمله أنا بفضل أظلل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، فهظلل البشرة كلها أو الوجه كله بنفس التكنيك اللي انتوا ملاحظينه ده. بفكركم دايما لازم سن القلم يكون مبري علشان يظهر معايا التظليل ناعم، يعني كتير منكم بيشتكوا ليه التظليل بيظهر معايا خشن. ده بيكون لعدة عوامل. أول عامل الحاجة اللي انت ساند عليها، يعني المكتب اللي انت ساند عليه، هل هو السطح بتاعه ناعم ولا خشن؟ فاهمني؟ يعني أنا مثلا عندي وأنا برسم الرسمة دي، أنا برسم على مكتب خشن شوية، فلو تلاحظوا أنا بحاول أنعم التظليل على قد ما أقدر، يعني أنا لو شغال على حاجة ناعمة هتكون أنعم من كده بكتير جدا جدا جدا. فأنتوا دايما تسندوا على حاجة ناعمة، دي أول حاجة. تاني حاجة سن القلم يكون مبري، يكون مبري جدا، يكون مدبب يعني. لانك لما تشتغل بسن القلم مدبب فهو كده بيتغلغل في المسام بتاعت الورقه اللي هي بتكون هابطه، فلما بيخش تحت في المسام الهابطه دي بيسد المسام، فبيحول اللون من ابيض للون اللي انت شغال، فبيديك تاثير النعومه ده. تالت حاجه هو هدوءك وانت بتظلل، يعني وانت بتظلل ما تشتغلش بسرعه. طبعا انا مش شغال بسرعه كده، انا مبطئ ايدي، بس انا مسرع الفيديو زي ما اتفقنا علشان ما ياخدش مننا وقت طويل. فالتلات حاجات دول لو طبقتهم ان شاء الله هيطلع معاك التظليل ناعم. ولو تلاحظوا انا في كل دروسي ما بسيحش، يعني انا ما بقولكوش سيحوا. ليه ما بقولكوش سيحوا؟ لانك لو اتعودت انك تشتغل بالقلم بدون تسيح هتقدر بعد كده تجيب اي درجه بالقلم او تتحكم بالقلم بكل سهوله. فدايما وانت بتتدرب ابعد عن خطوه التسيح، لكن بعد كده ان شاء الله لما ايدك تاخد على القلم شويه ممكن تسيح بكل سهوله، ما فيهاش اي مشكله، ما حدش هيقدر يقولك بتسيح ليه. هكمل بنفس الاسلوب كده في البشره كلها، واي لون اصفر سواء في البشره او في الاذن، الاذن برضو هعملها بنفس التكنيك، وكمان الرقبه في الجنب الشمال من الرقبه موجود فيها نفس اللون زي ما انتم ملاحظين في الموبايل اهو. كل ده هيتعمل بنفس اللون اللي معايا اللي هو اللون الجملي الفاتح، اسمه جملي فاتح، تمام؟ لحد كده كل مفهوم على ما اظن. اي حد في حاجه معقده بالنسبه له يكتب لي في الكومنتات تحت وهجاوبه ان شاء الله. تعالوا نشوف الخطوه اللي بعدها. دلوقتي يا فنانين هبدا اجيب اللون الجملي الغامق او البني الفاتح زي ما بنقول عليه، وهبدأ أظلل بقى المناطق اللي فيها الظل دي، ودي مهمة جدا جدا ناخد بالنا منها. لازم نظلل المناطق دي بشكل سلس وبشكل ناعم، عشان المنطقة دي اللي بتظهر واقعية الشخصية بشكل كبير جدا. دايما المناطق الداكنة أو الغامقة يعني هي اللي بتطلع لي الواقعية بتاعة الشخصية اللي برسمها، سواء في البورتري الواقعي أو في الأنمي، شخصيات الأنمي اللي احنا بنرسمها دلوقتي. فبكل سهولة بستخدم نفس التكنيك اللي أنا استخدمته في البشرة بشكل سهل جدا، الموضوع بسيط خالص، وكمان بعيد على الظل بتاع الشعر اللي انا عملته لانه اغمق من كده اهو. بسيط خالص الموضوع يا فنانين. دلوقتي هجيب البني الاغمق منه بدرجه واضيفه هنا، بس مش هضيفه على المنطقه كلها، يعني لو تلاحظوا ان التظليل ده فيه مناطق داكنه ومناطق فاتحه، فهضيفه في المناطق الداكنه بس اهو. طبعا هنا ده خفيفه خالص، وهكمل بنفس التكنيك كده في باقي الظل بتاع الخصل. كده الموضوع سهل. تعال نشوف الخطوة اللي بعدها، وهنكمل في نفس التظليل بتاع الأنف برضه. دلوقتي هبدأ أظلل المنطقة اللي في الأنف يا فنانين باللون الجمل الغامق أو البني الفاتح زي ما انتم شايفين كده. هي دي الأنف كلها، بسيطة جدا جدا جدا. تعالوا بقى نشوف البورتريه الواقعي، هتلاقوا في تظليلات وتدريجات وكلام كتير أوي أوي أوي. بالراحة خالص. هنا من هنا بدأت الملامح بتاعة الشخصية تظهر معايا، لأن أنا بدأت أضيف الدرجات الداكنة، ودايما زي ما احنا متعودين لما بنضيف درجات الدكنه بتظهر معانا الملامح. هعمل النقطه السوداء اللي في الانف دي اللي هي فتحه الانف المفروض. بالنسبه للفم برضه هو يا دوب بيكون شويه تظليل بساط خالص فوق الخط اللي احنا عملناه، الخط الاسود، وهو ده كل الفم، ما فيهوش اي شغل كتير. ومن تحت المنطقه اللي تحت دي برضه بيتعمل لها شويه تظليل باللون الجملي، وبكده خلصنا الوجه كله.
دلوقتي يا فنان انا ظللت الاذن بنفس التكنيك بالظبط بنفس اللون، وهبدأ اعمل الظل بتاع الرقبة اللي بيكون تحت الرقبة ده بنفس التكنيك برضو. ما اظنش ان ده صعب خالص، هو لون واحد كله بيكون لون بني، وبعد كده المنطقة اللي تحت الدقن بالظبط دي بيكون لونها غامق هندخل فيها لون اسود، فالموضوع سهل خالص. تعال نشوف النهاية هتكون عاملة ازاي. دلوقتي يا فنانين بعد ما خلصنا الرقبة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هنبدأ نشتغل في الشعر. في الشعر بما انه لون واحد او لونين كلهم ومساحته كبيرة هبدأ استخدم فيه باستل. استخدمت في الاول لون بني، بني محمر كده شوية. طبعا الباستل بيفضل ان احنا نستخدمه في المساحات الواسعه. ليه؟ لانه اولا بيشغل المساحات الواسعه بسرعه، يعني بيختصر في الوقت بشكل كبير جدا لان حجمه بيكون كبير، خصوصا صوابع الباستل اللي هو الباستل الطباشير اللي انا بستخدمه دلوقتي ده. ده ماركه ماريس، انا بستخدم ماركه ماريس، ممكن تستخدم اي ماركه تانية زي فيبر كاستل مثلا او اي حاجه. بتعمل تظليل بالصابع نفسه وبعد كده بتدمج بايدك، دي افضل طريقه انك تدمج بيها الباستل. فالموضوع بسيط خالص زي ما انتم ملاحظين كده، مفيهوش اي صعوبه يا فنانين. وهكمل زي ما انا، افضل اضيف شويه درجات، وبعد كده عشان اغمق اللون ده ضفت عليه لون اسود، نفس لون الباستل بس اسود اهو. هلاقي ان اللون معايا بيغمق وبيديني درجه كويسه. طبعا الاضاءه بتتغير لان انا بحط ايدي، دي مشكله في الكاميرا. دلوقتي انا بستخدم اللون الاسود زي ما انتم ملاحظين كده. اللي هيظهر بقى الخصل دي اكتر هو المناطق السوداء اللي بتكون تحت، يعني الخصلة من تحت دي لازم نهتم بيها علشان هي اللي تظهر الخصل. دلوقتي هستخدم القلم الماركر زي ما انتم ملاحظين، وكل اللي بعمله انا هبدأ اسود المنطقة اللي تحت دي كلها. زي ما انتم ملاحظين يا فنانين الخطوة دي بسيطة جدا جدا جدا، ودايما نهاية الشعر من فوق بتكون مدببة زي ما انتم شايفين كده في الصورة قدامكم. ونكمل بنفس الأسلوب زي ما احنا ماشيين كده لغاية ما نخلص الجزء الأسود كله اللي في الشعر من تحت ده، وزي ما قلت لكم هو اللي هيظهر لي الملامح بتاعة الشعر أو يعني شكل الشعر مظبوط، لأن دايما المنطقة الغامقة أو المناطق الغامقة أو الدرجات الغامقة في البورتريه أو في الشخصيات الأنمي هي اللي بتظهر الواقعية. أنا بقول الكلام ده في كل درس طبعا لأنه كلام مهم جدا جدا جدا. بعد كده هبدأ أضيف لون أسود تاني فوق علشان أدمج اللون الأسود اللي أنا عملته ده مع لون الشعر بالراحة خالص. بعد كده هضيف رمادي في اللون الفاتح اللي هو ناحية اليمين، ورمادي برضو ناحية الشمال. وتقريبا كده احنا خلصنا الشخصية بتاعت النهاردة يا فنانين. أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من شرح النهاردة. كل اللي باقي بس هو الجزء البني اللي هو بتاع الملابس اللي تحت ده، وهنظلله بنفس الاسلوب اللي ظللنا بيه الرقبة، اسلوب بسيط جدا. تعالوا نشوف برضو عشان نكون استفدنا. دلوقتي يا فنانين هبدأ خلاص خلصت الشعر خالص، وهبدأ اظلل بقى في الجزء بتاع الملابس اللي تحت ده. هستخدم فيه اللون البني الفاتح الاول زي ما انتم ملاحظين بالتكنيك ده، وبعد كده هبدأ اضيف اللون البني الغامق في الحتة اللي فوق بس، في المنطقة اللي فوق بس اللي عند اللي. بكده يا فنانين نكون وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا، أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات تحت اقتراحات للشخصيات اللي الدروس اللي جاية، واللي لسه مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الإشعارات عشان توصلوا دروس الإشعارات الدروس اللي جاية إن شاء الله. وطبعا ما تنسوش اللايك على الفيديو، وشوفوا الدرس اللي فات من هنا، واشتركوا في القناة من هنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.